بالرعب بالدم نفديك سوريا، بالرعب بالدم نفديك سوريا. هكذا كان الهتاف قبل انتخاب بشار الأسد، وبعد انتخابه أصبح هكذا. يا بشار بالرعب بالدم نفديك يا بشار بالرعب. وفي المرتين من هتف هم السجناء، ويبدو أن صوت من في سجون الأسد وصله بعد انتخابه لا قبله، ليصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 من الشهر 6. حلب الشهباء تحية وسلام، قسماً إليك تؤرخ الأعوام. وكالة سانا الرسمية ذكرت أن المحامي العام في دير الزور أصدر قراراً بإخلاء 46 معتقلاً بموجب مرسوم العفو، كما أن المحامي العام في محافظة إدلب أخلى سبيل 91 معتقلاً حسب سانا. المحامي السوري ميشيل شماس قال إن نظام الأسد أفرج عن 2000 معتقل، بينهم 20 فتاة و30 امرأة، في حين أكد أنه لم يصل إلى الآن أسماء جميع الذين أفرج عنهم. وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة قالت إن نظام الأسد أراد إضفاء صفة الشرعية على نفسه والالتفاف على ثورة الشعب السوري من خلال إصدار العفو، مضيفة أن النظام قتل واعتقل مئات الآلاف من السوريين دون أن يحاسب أحدا من عصابته. ومع هذه التطورات لا تزال المدن السورية ترزح تحت قصف لا يفرق بين صغير أو كبير، تزامنا مع حملات اعتقال تطال الشباب والنساء، وفي كل لحظة يفرج فيها النظام عن معتقل يعتقل عشرات عوضا عنه.